خير هلاقي فرصه أنا وحنا كده قال لهم يو حاوي يو قف الإسلامي كو أكتهاي قال لهم هذا كو أرق حري إسك إلالية قف إذا قال لهم كو أرق نيك قال يسيا بريبان كاهي في الدنيا والآخرة حرنا إيماءها الله يمنا تيرين كرو صاحبنا منهن أرضينا إيماءها آخر يدون بريبان كاهي بين اللي سو شيء قف أيضا قال لهم كو أوجين نيك وقال إذا هذا وخارجي أنا تلقي معها رم علينا معها باب تحريم القول لمسلم يا كافر حبابي هاي روح مسلم انا قلت هذا قال باتاي اظن قال لمن كو اوغين اني حارانت هاي اني حارانت هاي ورد انه موسى اني قال لمت هاي حرام وي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل لاخيه روحه هدوك الى ولالك افرس حديثك وقيدين لاخيه waxa lagu waheysto waa in aad walaalka muslima ku tirada kaafir ee ma in lagu yidhaa in lagu waheysto nin gaalnimo ku dhacay waa kaafir in aad waa laazim hadii kale aad gaalobay hadithkan li akhihi buri magalba walaalka ninka shirki ku dhufleenay ma walaalkaaba hadduu walaalka yahay anaga waa noomati jin iyo balaayo shayadani abaalisa walaalku ah إذا قال الرجل لأخيه يا كافر أكيلا فقد باء بها أحدهما وذادو حيل لأخيه وباعتبار ما كان وذادو نوت ترتيبية بالدليل فقد باء بها أحدهما وكتوسيس حليس نقوم هايس انت نضمان نقب كوكا من باء ولفتك ونانفعيس فقد باء حال الله بتاي بها ورد الله طور مقالة أفلاقادد وحا حنبار صدي أحدهم يتكتبا قادني فإن كان كما قال فإن كان المقول له كما قال القائل نينك اللي يقول كافر هذي تحسده يقول نينك ظاهرا لا حقيقة هذا كبر رغضة إسكيلاني جفاد ما كبر رغضة فإن كان المقول له كما قال أي القائل ظاهرا حكم حكم لسان هاي ظاهر ويحد يكاقا موقضة وحساب مع الله وإنت كالي هذي لكن حقيقة الأمر أي تهاي حقيقة الأمر روح لأغان كان مجرد إلا بوحي شخص النبي محمد تكفيري أما قال يسيا الله أم ما عرف ما أحد قال دوك ما قالوا بي هل ذكاء فقر ما يزين غنيس باب الكفر والتكفير أن هلا حريه تجيسا إسكا إلى عليا وشا قويا فهم وعي قرضاوي عيدا كيس وإلى أصلية ما لو بوضعت ثن ميت كودي ضاوع وإلا رجعت عليه معقول قصلي زاد وإلا هذو سناهين روحي وحلقة شيء وحلقة شيء وسناهين حق مقال كسره رجعت عليه كيدي بيكون صور نقول مركه هول سيدا وخطر كافر سوي متفق عليه ما كبوده تيوري كوا يقدر كوا يعتبر مولا هاي كوا عيدا مولا هاي لوكال قيبي صحوه وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال انه سمع رسول الله يقول رسول الله ابو مقل صحابي قاس حكيم الاهد الامه زاهدها من دعا رجلا بالكفر نك كشيغا روح مسلم قال نمو او اما سقال اذا عدو الله يا عدو الله عدو اله يو انه قال وتكفير قال يسوي عدو اله يا نقضه ومطلقه كافركم بالنقضه وليس كذلك سيدنا وصنهن عدو اله روح معها قف ما عدو اله كل هذا هي قال لمن أكون مصدعين حار عليه أي رجع عليه هذا يقول صلى الله عليه متفق عليه روح مسلم هذا قال لمن كتورته من الآن دعي ميس أما هذا يدوش كافولي أما أسكي بيكو يكو بحيسا هذا أمرك كافر سو انت هذا مفالين كافر سو روح واحد كو أرق هساري هذا لكن قال لمن كو أرقته وواجب أن قال لمن حكمته هذا إسلام لمن كو أرقته وواجب أن إسلام حكمته هذا الإسلام هو حكومي هو يدق على باتها روح الإسلام ما هو موجستا ماشوا الدولة ما هتشوجي هذا الأمر وإذا هو مسلم أذان مسلم أهين قف قد قال لما كوك تهاي وحاضو قال لما كأم من سنة أتكوك تهاي ضد كأرك ضد كأرك ضد قال ليه وإذا هذا قال لا بد أن مسأله إن بضم بعدين كذا واقع ما نفهمه لكن مرة بنقول بحدونا أما آخران نقطة ما دونها نقطة فهم سيدا وفهم
خير هل لقى فرصه هني وحن كده قال لما يوحوي يقف الإسلام كو اكتهاي قال لمن أذن كو أرك حري إسك إلالية قف إذا قال لمن كو أرك نك قال يسيا بريبان كاه في الدنيا والآخرة حرنا إيماءها لا يمنا تيرين كرو صاحبنا منهن أرضينا إيماءها آخر يدون بريبان كاه بين يلسو شيء قف أيضا قال لما كوغين منك وقال إذا هذا وخارجي أنا تلقي معها رم علينا معها أنت ميت فانتي أنت هذا ما كفتموي قف كأد قال لما كو أرقتان منك قال يسين وأنا أنا حرت إذا ما بريب أصنا كاه لبا ذابا لبا الشيطان وي لبا مسلمين ما هي بين لدين شيء من قال لما كل فلين نيمك كوفيد كوع عامية بريبان كاه نينا الإسلام لما كو اكتهين وإذا قال لما كو اغين وقالنا بريبان كاه هوشا اسك إلالية لابدا دبقل اسكن ودين بحين هاي بايدونا يا سيدين قوين إن بدن بايدين شاقي دبقل اسكن رقبنا بو بحي بايدونا رقبنا بو قوضي لكن ميزان كان إنا قصة عطان ولا أودوا هاي ميزان كاس دقيق آل ربا حقي حقي منها وقب بايدن محاذكو أرقتي علامة الإسلام وحق قال لمن أكون موجود مسلم ده وحو قرصان سيقو تالا هكا صوب حماش أو وحن أدونك إيه هذا اللوغن عبيا تل أبيب هكا صوب بوضو هول كو تالا ما قال لمن أكوبت ما قال وحال لقوين ماشا مارتها زندي يا خريس ندي يا بلايو دان إن موريانا إن قيشا إن بين الليالة توك ولك فسق بدن نبا كسو بخي ما قا عبد الله فاسق با تمدي كرتا ما حدو دي كاري ما دان كو ارق اسلامي مو موجسن وا سومه و صلاه هيا تولدي هبل هيدي فسق بدن زنه بدنيت ال اسكو كركر هيب و كيمه و زاني با تمدي كرتي احكامته نوعه روحه وينت كو اوغتاي نيمات قال لي ما كو اوغتاي ان مسايد كو كسو بخي ما سونيس كعبدا كود جانا بيجار هلا دلو كعبدا بيت الله حرام نين كود جانا يونا بيجار هلا دلو مرة عبد الله بن خطل فليقتله وإن كان متعلقا بأستار الكعبة كعبدا إله بيت كقيمة بمئة أدون كبوعك خير بدن كمطع الله بيت الله الحرام روح يسوي كود جان أو ملتزم كعبدا كهيو أيه هيان لنا كافر بات معي لي قال لي ما نكون قلناه مساد بقصب بحيس كي إلالي وحكم جنواش كبر لي ما قام مساد كله فلينيس مساد كي يارد شنو محمد وكنت قلنا بيت الحرام بيت الله الحرام يارد سواء قدام ضيع ترى كفار قريش مشركي العرب إسلامك يا قال لي ماذا وأفعال يرتقى روح صميه ماها وحدي جيسي لفتي سلودي سكتر سن ما بالربات كذا قاقي وتقصوا النقن يمسي كافرا ويصبح مؤمنا والعكس صحيح نينك اد كو ارتا سوو هبل وا قال قال دمحات كو اوغتاي وحا حسن كو اوغاي ها هبل نين هو مخاي وداد مسال كصبحي بو غاليسن هي وا بينال ادان وخ فانسنين marka iyada waraysu ka dhow wadaad kan sabab man ku ogay wa niqiyo badan man ogaay maxad ku aragta cudurku ku arko horta waraysu ee ha kadidin kaliya majarrad msaad bu kasoo baxay عبد الله بن عاص وحاكا سوغان اخر الزمان كان مساجد المنافقون ببحدون طبع دتك اسلام كشيكتي بر اخر الزمان كان لا غيرو مساجد دتك وبد وحي نكون دونان منافقين نفاق ازي اما اكبر هنقضو اما اصغر هنقضو اصغر بان كو حنبارو انسان خطر لو جلين اسكا الاليه سمد لاوي هاي الدمبيه روح الباص سمدكي سمدي ساقاتو targada u wataa lagu dhajiyo balel lambarkiisa looma diidi karo sharibii kaada adu baasha igu si ballaarin inta aan kaga tagay